السلام عليكم حنوناتي، وصلت والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا ابداعات نهى للنواعم للزينوشات، وكنتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا رب. كنشكركم بزاف على تعليقاتكم الاكثر من رائعه، وعلى تشجيعاتكم وعلى دعواتكم ديال الخير اللي كنقول لكم كلكم امين ولا كنا بالمثل. الصراحه فرحت بزاف بتعليقاتكم، والاغلبيه ديال البنات اللي ما شافونيش من قبل من ظهرت معكم على القناه سابقا، وقالوا لي انه سبحان الله راه الصوره اللي رسمناها ليك. ف كنشكركم طبعا. الحلاوه حلاوه الروح كما كيقولوا، والرقي رقي الاخلاق. كنشكركم طبعا، هذا من ذوقكم، وان دل على شيء فهو يدل على رقيكم وطيب اخلاقكم. الغزالات ديالي اليوم جبت لكم واحد المكون رائع جدا، يعني ما غاديش تحتاجي للوصفات ولا للخلطات ولا للجلوطات، فغادي تحتاجي لواحد الحاجه اللي هي موجوده بكل الاسواق. طبعا تقول لا ولا الاسواق راه هاد الفتره، لا هاد الحاجه غتكون عندكم ان شاء الله في البيت. فهي كتنقي لينا البشره وكتحيد منها كاع الشوائب، كاع النقط اللي كيكونوا سوداء والنقط البيضاء الدهنيه. والميزه ديال هاي الغزالات ديالي انها فعلا فعلا غادي تلاحظوا بعد استعمالكم الاول لهاد الحاجه هادي. واش مازال ما غتوريها لينا؟ برك علينا حاجه حاجه غنوريها لكم، غير صبروا غير صبروا. فهاد الحاجه هادي غادي تلاحظوا فعلا ان البشره ديالكم غدوزوا على يديكم بحال هكذا. غادي تلاحظوا يا البنات انه سيغتو البنات اللي عندهم البشره دهنيه، غادي تلاحظي ان البشره ديالك ما شاء الله نقيه 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 بزاف. وغنوريكم كذلك واحد الكريم اللي انا عاده ما كنبغيش نستعمل الكريمات للوجه ديالي، مي غنوريكم واحد الكريم اللي شريته رخيص ولكن كيرطب واحد الترطيب عالي عالي جدا. والبنات تطلبوا مني ليكرون اللي انا كنستعملوا البشره ديالي، كذلك غادي نوريه لكم الغزالات. فهاد المنتج هذا راه ماشي غندير اشهار للمنتج، ولا راه فيما مشيتو غادي تلقاو هاد الحاجه ورخيصه في الثمن. فغادي تلاحظوا فعلا انه حيد لكم كاع داك الجلد الميت اللي كيكون ابيض، والا درتو الميك اب ولا كيبان داك، المهم كيبان داك الشيء ما مقادش، ماشي هو هذاك. فالمكون ديالنا اللي هو هاد لاموس هادي ديال الحلاقه، طبعا اكيد هضرت لكم عليها قبل على ما اظن اسبوعين 20 يوم تقريبا، وقلت لكم غادي تحيدوا بها النقط السوداء اللي كاينه على الانف، وقلت لكم اللي عندها البشره حساسه ما تستعملهاش. مي انا الحمد لله وشكر لله بشرتي حساسه، وراني جربت هي الغزالات ديالي. اش غنقول لكم؟ يا سلام يا سلام، توب ديال توب. كنتمنى فعلا فعلا انكم تجربوها، راني ديجا جربتها معاكم. والطريقه غادي نوريها لكم اكيد، وغنوريكم اش غادي تستعملوا. اول حاجه غادي تحركوها بهاد الطريقه هادي، وغادي تستعملوا اي فرشات متوفره عندكم بحال هادي. انا خديتها غير من اكسيون، ودائما كنقول لكم حاولوا انكم تستعملوها وتنقيو بها البشره ديالكم. هادي كنستعملها دائما مع صابونه القمر، عرفتي البنات كترطب الوجه واحد الحاجه اللي يا سلام يا سلام، عرفتوا فنه. وبامكانكم كذلك البنات اللي عندهم البشره حساسه تغسلوا بهاد البلاصه هادي كما كتشوفوا معايا، ها هي هاد البلاصه. وبالنسبه للانف انا كنغسلو بهاد البلاصه، عندي واحدة اخرى ولكن دابا ما فيا اللي يمشي يجيبها لكم. صافي راني جلست دابا باش نقول لكم داكشي اللي عندي. غير رجعوا الفيديوهات الاخرين راه غادي تلقاوها هي بحال هكا فيها هادو، ندير ما عرفت. المهم هادو كينقيو لكم الانف. فالطريقه انك غادي تبللي الوجه ديالك بالماء، ثم غادي توضعي هاد اللاموس هادي ديال الحلاقه، اي نوع متوفر عندكم. طبعا انا ماشي كندير اشهار لهذا النوع، ولا اي نوع متوفر عندك من لاموس ديال الحلاقه غادي توضعيها على الوجه ديالك، على وجه يكون مبلل. ما تغسليش بصابونه القمر، ما تغسلي بتا حاجه قبل ما تستعملي هاد المنتج هذا. ثم غادي تغسلي بكل رفق وحب وحنين بشويه على البشره ديالك وبشويه على الوجهيه ديالك. فإلا ما عندكش بحال هذا اش غادي تستعملي؟ كاينين واحد النوع ديال الكيس، واحد الكيس كيكون رطب ديال الفوطه، هذاك النوع هذاك هو هذاك اللي عندك، هذاك غادي تستعمليه فهو جد جد رائع. وتبقاي يعني بشويه طبعا من الاسفل الى الاعلى بحال هكذا بحال هكذا، باش ما تاديوش البشره ديالكم، لان فعلا فعلا راه يا البنات راه البشره الى تادات راه مشكله. البنات اللي دائما كيوضعوا الكريمات وكيوضعوا من الاعلى الى الاسفل غترهلوا الوجه. شوفوا سبحان الله غير النفسيه ديال الانسان ملي كتكوني مقلقه، داكشي سبحان الله كيبان لك على وجهك، يعني تعيي ما تجلطي وتلبطي الوجه كيكون كحل ولا كيكون صفر. من راسي وجبد، من راسي وجبد، شوفوا بعض الفيديوهات عندي راه سبحان الله راه الواحد مني كتكون النفسيه ديالو مزيانه راه داكشي كيبان لي على وجهه. لهذا حافظوا دائما على الصحه ديال النفسيه، باش اي حاجه طبقتوها على الوجه ديالكم يا الغزالات ديالي تعطيكم نتيجه ولا اروع.
وبالنسبه للكريم اكيد غادي نوريه لكم. المهم من بعد غادي تغسلوا الوجه ديالكم بصابونه القمر. صابونه القمر غادي تلقاوها عندنا على القناه، فقط كتبي صابونه القمر ابداعات نهى للنواعم، غادي تطلع لك الطريقه. وبالنسبه للبنات اللي صابونه القمر ما كتبغيش تجمع ليهم كما الصابونه اللي انا دائما كتجمع ليا، فيا الغزالات ديالي غادي تستعملوا غسول القمر، فهو سهل جدا وكذلك الفوائد ديالو ولا اروع صراحه. واحد الحاجه اللي هي فن، انا شخصيا الا ما عنديش الوقت انني نصاوب صابونه القمر لان كتبغي شويه ديال الخاطر، فكنصاوب غسول القمر كنقضي به يومين ثلاث ايام ابخي كنرجع نصاوب الصابونه المعتاده ديالي. وبالنسبه للبنات المهم من بعد ما غتغسلوا الوجه ديالكم حاولوا تغسلوا بصابونه القمر كما قلت لكم، من بعد ثم غادي ترطبوا بزيت جوز الهند، هذا هو المرطب ديالي اللي كيعجبني بزاف، وهذا باش كنرطب الوجه ديالي دائما قبل النوم. وكنت استعملت واحد النوعيه كان كيدير لي القشور في الوجه ديالي، عرفتي البنات كيقشر لي وجهي، ما بقيتش كنستعملو لان هذا راه فيه الحقيقي وفيه المزور. وباش غادي تعرفي الغزال الحقيقي والمزور يعني الفرق بيناتهم، ان الحقيقي كيما هذا ما فيش حس الريحه، جاني هنايا ما فيش حس الريحه نهائيا ديال زيت الكوك. هتقولوا لي يمكن راه واحد البنت كانت قالت لي انها شرات الكوكو وصوبت زيت الكوك في الدار وفيه الريحه ديال الكوكو. كنقول لك الغزال ديال هذاك الكوكو اللي شريتيه المجفف راه زادوا عليه ديك الريحه، لهذا حاولوا ما امكن انكم تجيبوا الكوكو يكون طبيعي ما عليه ابدا اي اضافه ديال النكهه ولا ديال هذيك الريحه. وباش غادي تعرفي المهم غادي تحلي غادي تشمي ضربتك ريحه جوز الهند، عرفيه راه مزور ولا زادوا عليه ديك الريحه. اما بالنسبه لهذا طبعا ماشي انا كندير اشهار لهاد الشركه ولا هذا، راه خديته غير في واحد البازار هنايا البنات اللي كاينين في ايل دو فرانس في باريس، فين ما مشيتو غادي تلقاوه، الثمن ديالو راه رخيصه، هو 3 أورو و90 يعني قول 4 أورو لا شحال فيها النصيطرو 4 أورو النصيطرو، وغترطبوا به الوجه ديالكم. وبالنسبه لهذا هذا طبعا واحد النوع رخيص، طبعا ماشي كنقول لكم استعملوه للوجه ديالكم لان انا كاع الكريمات اللي كتكون مصنعه راه كتسبب الشيخوخه المبكره. هذا طبعا غادي تستعملوه يا الغزالات ديالي الا ما عندكش زيت جوز الهند مره في شحال ما فيها باس، وانا كيعجبني هكا نبقى نرطب به يدي، عزيز عليا نبقى نرطب يدي لان اليدين السر ديال الجمال، كذلك ديال اليدين ولا ديال لوكور كله انه الترطيب، تبقاي ترطبي ليا الغزال ديالي سيرتو حتى البنات مثلا اللي كيصليو عقب كل صلاه ترطبي ليا الركب ديالك باش يبقاو دائما رطبين، لان اصلا الا كتصلي يعني كتبقى ديك العلامه ديال الصلاه واحلى علامه اجمل علامه غير وكان الواحد يبقى يرطب الجسم ديالو. والبنات اللي سولوني على ليكرون اللي كنستعملو للوجه ديالي، فكنت انا كنستعمل واحد ليكرون فصل الشتاء واحد ليكرون كنت كنستعملو في فصل الصيف، ولكن دابا راني وليت كنستعمل هذا اللي كنستعمل دائما صيفا وشتاء اللي هو اورياج. طبعا هاد اورياج هذا الا كنتي سمراء ولا كنتي حنطيه ما غاديش يجي معك نهائيا، لهذا كنصحك الا كانت البشره ديالك بيضاء فاستعملي هذا النوع هذا. المهم شوفي انتيا راه كاين واحد النوع اخر اللي كيكون على شكل زيت، هذاك اللي كيكون على شكل زيت فغادي تستعمليه الا كنتي سمراء ولا الا كنتي حنطيه. الميزه ديالو انه ما كيوسعش المسام، لان كاينين واحد الانواع ديال هاد ليكرون هذا كيوسعوا المسام بزاف وكيبينوا كما ما نعرف كيبينوا الوجه بلي عيان بلي هذا، لا هذا ما تحتاجي لا تحطي الفوندو تاع ما تحتاجي ما تحتاجي تحطي اي حاجه، فقط غسلي الوجه ديالك نظفيه. طبعا انا بعد كل استعمال ليكرون فانا كننظف الوجه ديالي جيدا بصابونه القمر، وما كننصحكمش انكم تبقاو تخرجوا من غير وضع الواقي الشمسي، لان فعلا الواقي الشمسي فهو كيحمي لنا البشره ديالنا بزاف وكتبقى البشره ديالنا ما شاء الله دائما نقيه، وكنعيشوا يعني العمر ديالنا ماشي الواحد ما كيهتمش براسو تا سميتو كيقول ويلي شوف فلانة قدي في العمر وشوف انا كنبان بحال جدها شوف انا بحال، حيت انت ما ديتيهاش في تطليس. طليسي يا حبيباتي طليسي ماشي طليسي يعني بالمعنى ديال يعني الواحد يديها في راسو، الا ما ديتيها في راسك راه ما كاينش اللي غادي يقول لك اجي يا الحبيبه ديالي هاكي واحد الكيلو ديال الاهتمام. فكنتمنى يا رب يكون هذا الفيديو
نال اعجابكم وردوا عليا الخبر عفاكم الا استعملتوا هذا، راه زوين زوين فن فن، غتخليوه على البشره لمده 5 دقائق فهي تكفي، وتحكوه بحال هكا وتغسلوه. الا عندكم الغزالات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا انا ميلكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. ما تنساونيش بشريوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.